الارشيف تقديم الاعتذار والتعويض وكذا الاعتراف بجرائم الحرب ملفات لن تغيب عن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر. فوزير المجاهدين أكد أن الحكومة لن تقبل أي مساومات في هذا الشأن. مش من هذا حقنا نطالب به اليوم وغد وبعد غد ولن نسكت عنه. أن هذه الملفات تعرف انفراج وتعرف حلول. اللي تطلب بها الجزائر وهم من حقها من حقنا استرجاع ارشيفنا من حقنا كذلك تعويض الضحايا التفجيرات النوويه من حقنا معرفه مصير المفقودين النزاعات اللي موجوده ان صح التعبير استعمل هذه الكلمه اللي بيننا وبين فرنسا هي الملفات العالقه وهي الان الكره في مرمى الفرنسيين احنا عندنا اراده عندنا مطالب عندنا ملفات عندنا حق جزائري بالقانون الجزائري وعندنا حق من جانب القانون الدولي زيتوني ذهب بتصريحاته إلى أبعد من هذا فرغم بلوغ العلاقات الاقتصادية بين البلدين درجة كبيرة من التطور إلا أن عدم تسوية ملفات الذاكرة قد ينسفها ويرجعها إلى نقطة الصفر أقول من هذا المكان المحترم أقول كل إذا كان وصلنا إلى درجة كبيرة في العلاقات الاقتصاديه والثقافيه الى غير ذلك ولكن تكون دائما تهزها اذا ما اقول تنصفها قضيه الذاكره الوطنيه وترجع بها الى نقطه الصرف ولهذا من فائده الفرنسيين انفسهم احنا رانا في بلادنا ما تخافوش الجزائر تاعت الستينات ما الجزائر السبعينات الجزائر السبعينات ما الجزاير الثمانينات الجزائر الثمانينات ما راهيش جزائر 2000 الجزائر 2000 ما اليوم تكون احسن لا تنازلات عن حق الاعتراف والاعتذار والتعويض لاءات جزائرية في وجه ماكرون ساعات قبل حلوله في الجزائر فهل يرضخ المسؤول الأول عن الإليزي للشروط الجزائرية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي على محور الجزائر باريس أم سنشهد دخول العلاقات الثنائية مرة أخرى مرحلة الركوض بفعل ارتدادات التاريخ وتبعات الاستعمار